والله أون زيبر شرفت التوانسة الكل وشرفت المرأة التونسية صراحة. كانت في المستوى حتى كان جاي الريتم شوية متاحة من الأول طايح، أما كانت في المستوى وإن شاء الله ديما معناتها مشرفتنا حتى كان خسرت احنا ديما معاها. نشكر على المجهود الطيب من أعمة الإله شرفتنا على الكل، وهي نقولوا احنا نلعب معها تسمى البريمير الأولى في العالمية. إن شاء الله الفرصة قادمة وبارك الله في المجهود عملته وما قصرتش، يعني ما نقولوا حتى نقطع رقم بخت بها، وإن شاء الله بروشين برافو عليها وشرفتنا على الكل.